10 قبائل تقليدية على وشك الانقراض. يعتقد الكثيرون أن القبائل التقليدية المتمسكة بتقاليدها وثقافتها قد انقرضت بسبب التطور التكنولوجي الذي انتشر في العالم كله ومن حول هذه القبائل، ولكن في الحقيقة أنه ما زال هناك قبائل تقليدية لم تنقرض بعد. في هذا الفيديو سنتعرف على آخر 10 قبائل تقليدية ما زالت موجودة على هذه الأرض. قبيلة صيد الأسماك. تعد هذه القبيلة إحدى القبائل الصينية المهددة بالانقراض، ولكنها ما زالت موجودة إلى الآن. هذه القبيلة مشهورة بصيدها للأسماك باستخدام الطيور، فيقومون بربط حبل في رقبة هذه الطيور ويأمروها بصيد الأسماك. ومع أنهم يحاولون دائما تدريب هذه الطيور على اصطياد الأسماك الكبيرة، فهذه الطيور أحيانا تصطاد الأسماك الصغيرة، فإذا وجدوا أن هذه الطيور اصطادت أسماكا صغيرة تركوها لها، وإن اصطادت أسماكا كبيرة أجبروها على إخراجها. قبيلة جوروكا. إحدى القبائل المهددة بالانقراض هي قبيلة جوروكا بجزيرة بابوا، وبسبب الحروب المتبادلة بين القبائل هناك أصبح لهذه القبيلة طابع خاص ولغة خاصة بهم. هذه القبيلة حياتهم متواضعة جدا، فيعيشون في بيوت بسيطة بالقرى. هذه القبيلة تمتلك صفات جيدة، وعائلات هذه القبيلة تحترم الطبيعة جدا، ويتغذون على زراعة بعض الأكلات التي يزرعونها بأنفسهم، وكذلك الزرع الموجود حولهم بدون تدخل منهم. قبيلة ماوري. إحدى قبائل نيوزيلندا الجديدة المهددة بالانقراض. هذه القبيلة معروفة بعبادة الأرواح وتعدد الآلهة، وكذلك يعتقدون بوجود روح أجدادهم الأوائل بينهم. قبيلة ماوري متميزون جدا في صيد وعمل الفخاخ، فهذه القبيلة تقوم بنسج شباك الصيد، وكذلك ينقشون على عظام الأسماك. كانوا يصطادون أيضا الطيور المحلية وكذلك الطيور المهاجرة ذات الأحجام الكبيرة. قبيلة كايابو. كايابو إحدى القبائل التي منشأها البرازيل، تتكون من 44 قرية منتشرة على نهر سيغو. هذه القبيلة اتخذت إجراءات سياسية خاصة للسيطرة على أراضيهم، وأيضا فإنهم يقولون على أنفسهم أن أصلهم من الماء. هذه القبيلة تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ولكن بصورة ليست كبيرة، فإنهم يستخدمون الكاميرات لتسجيل لقاءاتهم المهمة، وكذلك لتسجيل العهود التي يعاهدون أنفسهم عليها. قبيلة كلاس. إحدى القبائل التي تسكن في جبال باكستان. هذه القبيلة أشخاصها ليسوا عاديين، لأنهم يملكون بشرة بيضاء مثل لون بشرة الأوروبيين، ويملكون شعرا لونه كستنائي وعيون زرقاء. يعتقدون أن البركة تأتيهم من الأرواح الطيبة، ويقدمون قرابين لكي تأتيهم هذه الأرواح الطيبة. وللحفاظ على طهارة وقدسية المكان، فإن النساء الحيض لا يجوز لهم التواجد في القرية، فإنهم ينفوا إلى أحد المنازل البعيدة. قبيلة سبينفكس. إحدى القبائل التي تعيش في صحراء فيكتوريا، وتعد من أصعب الأماكن التي يمكن أن يعيش بها أحد على وجه الأرض. ومع صعوبة هذا كله، فإن هذه القبيلة موجودة منذ أكثر من 15,000 عام. وفي عام 1950 قامت الحكومة بمحاولة إخراج هذه القبيلة من هذا المكان بالقوة، ولكن في أواخر 1980 قاموا بالرجوع مرة أخرى إلى مكانهم الأصلي. قبيلة شاهويلا. هذه القبيلة موجودة في جنوب كاليفورنيا، وهم إحدى 9 قبائل أمريكية أصلية. وهذه القبيلة موجودة منذ أكثر من 3,000 سنة، وطوال هذه الفترة عاشوا في وادي شاهويلا. يوجد منهم الآن حوالي 3,000 شخص فقط، ولكنهم لم يكتبوا لغتهم، وحاليا لا يتكلمها إلا القليل من الناس. وللحفاظ على تقاليدهم هذه، فلقد قاموا في السنوات الأخيرة بمحاولة إدخال الشباب في أعضاء هذه القبيلة، ولكن يبدو أن هذه الجهود لم تثمر جيدا. قبيلة دوخا. هذه القبيلة تهتم بتربية الغزلان، فهم فخورون بالأرض التي يملكونها ويعيشون عليها. فهم محظوظون جدا، لأنهم لا يعيشون في المناطق الجليدية، بل يعيشون في المناطق الجبلية الباردة. عدد هذه القبيلة لا يتجاوز 300 شخص، ولكنهم يحبون السياح والغرباء جدا، فهم ودودون تجاه الأجانب والغرباء. ولأن هؤلاء السياح يحملون أجهزة تكنولوجية حديثة، فمن الممكن أن يكون لهم تأثير سلبي على تقاليد وعادات هذه القبيلة، مما يمكن أن يؤدي إلى انقراضهم. قبيلة أندمان. على الرغم من تصنيفها كبلد، إلا أنه يطلق عليهم لفظ الأقزام بسبب قصر قامتهم. إنهم يعيشون في جزيرة أندمان، ويبلغ طولهم حوالي 1.5 متر، وتعاني نساؤهم من تراكم الدهون في الأرداف. لقد عاشت هذه المجموعة في عزلة لفترة طويلة، حتى أنهم لم يعرفوا النار إلا في القرن 19. قبيلة لومبور أسارو. هذه القبيلة توجد في بابوا نيوغيني، ودائما يخفون وجوههم،
عاشت هذه القبيلة في الأماكن المرتفعة منذ أكثر من 1000 عام ويعملون بالزراعة كلهم، فهم معزولون بسبب التضاريس الوعرة هناك ويملكون عدة لغات وعادات تقليدية خاصة جدا. وهناك أسطورة تقول أنهم أجبروا على الفرار من الأعداء إلى نهر أسارو، فقد انتظروا وقت الغروب لكي يهربوا، وعندما يراهم الأعداء يخرجون من عند الضفاف بالطين المغطى هذا فإنهم يعتقدون أنهم أرواح، فهم ما زالوا يستخدمون الأقنعة الطينية لإبقاء الوهم حياً ولإخافة القبائل الأخرى.